عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج هنا الآن على قناة التاسعة. اليوم الخميس 6 أفريل 2017. في هنا الآن كالعادة نذكركم بطرق التفاعل والتواصل معنا. عندكم باج التاسعة تي في على فيسبوك، هاشتاج هنا الآن على تويتر، وشان يوتيوب التاسعة، وعلى سيت انترنت التاسعة .tv. وكالعادة نبدأ بأهم العناوين. الحبيب بورقيبة في ذكرى وفاته 17، الزعيم الخالد مع المؤرخ عبد اللطيف الحناشي. الدورة الرابعة لأيام قرطاج الموسيقية تحت عنوان التنوع، وباش يكون حاضر معنا مدير أيام قرطاج الموسيقية حمدي مخلوف. في آخر حلقتنا من هنا الآن لليوم باش يكون عنا حوار حصري وخاص مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. عسلامة ومرحبا بكم مشاهدينا. إذا نبدأ بموضوعنا الموسيقى والفن مع أيام الدورة الرابعة لأيام قرطاج الموسيقية. أكثر تفاصيل بعد التقرير هذا، وقبل التقرير خليني نرحب بضيفي مدير أيام قرطاج الموسيقية حمدي مخلوف. عسلامة ومرحبا بك. عسلامة، مرحبا بكم. مرحبا يا سيدي، نرجع لك أكيد بعد التقرير وأكثر تفاصيل. شكرا. التنوع هو عنوان الدورة الرابعة المهرجان أيام قرطاج الموسيقية اللي تنطلق من 8 حتى 15 أفريل. يضم البرنامج الرسمي عدداً من الحفلات الموسيقية ستتنافس خلالها 12 مجموعة موسيقية مشاركة، 8 من تونس، 2 من المغرب، 1 من مصر، و1 من أفريقيا الوسطى. إلى جانب العروض المشاركة في المسابقة الرسمية، يضم البرنامج حفلات موسيقية خارج المسابقة، فستقام 5 عروض في شارع الحبيب بورقيبة. إضافة إلى 5 عروض أخرى داخل قاعات عرض في مناطق مختارة من مدينة تونس، كما ستتاح الفرصة أيضاً لأحباء الموسيقى داخل الجمهورية للمشاركة في هذه المناسبة الموسيقية بفضل 5 عروض مبرمجة في 5 مدن تونسية، وهي قبلي، المنستير، نابل، سليانة والكيف. الأطفال أيضاً سيكون لهم نصيب من هذا المهرجان مع مسابقة تضم 20 من الأولاد والبنات المبدعين في مجالات الغناء والعزف. أيام قرطاج الموسيقية تدعو كل عشاق الموسيقى والفن بأن يحضروا في العروض اللي مبرمجتها لكم إدارة المهرجان، واللي باش يناسبوا كل الأذواق. إذن مرحبا بك مرة أخرى مدير عام، مدير أيام قرطاج الموسيقية حمدي مخلوف. نعم، رئيس لجنة التنظيم للدورة الرابعة. مرحبا بك يا سيدي مرة أخرى. خلينا نبدأ بالاستثناء بالنسبة للدورة هذه. ساعة قبل كل شيء نحب نصحح معلومة، العرض في مش ولاية قبلي، في ولاية دوز. في دوز يعني العرض يكون مع الفنان علي مرابط في ساحة فنون في دوز على الساعة 5 مساء. واضح، ديجا باش نحكي من بعد على البرنامج، ما خلينا نبداو بالاستثناء بالنسبة للدورة هذه. الاستثناء الحقيقة هو العرض الضخم لأيام قرطاج الموسيقية في مسرح الأثري بقرطاج يوم 14 أفريل. نعم. في 7 مساء مع الفرقة العالمية التونسية ميراث. وفي الجزء الأول من العرض باش يكون فرقة الميتال التونسية أيضا بيرسونا. يعني العرض الضخم في أيام قرطاج الموسيقية سنة هي حاجة حلمنا بها منذ أن تسلمنا يعني إدارة المهرجان، وإن شاء الله سنة نكون حطيناها على السكة كحدث هام يولي موجود دائما في إطار أيام قرطاج الموسيقية في الدورات المقبلة إن شاء الله. لو ميغا كونسير، ميغا كونسرت في مسرح الأثري بقرطاج، اختتام قبل الاختتام. عرض رائع جدا الحقيقة، باش يكون يستنى في الجمهور التونسي وفي الشباب التونسي نهار 14 أفريل في 7 العشية إن شاء الله. بالنسبة لأهم الأسماء اللي باش تكون حاضرة في الدورة هذه من تونس ومن خارج تونس،
الأسماء هم فنانين من مختلف الجنسيات مشاركين في الأيام، هم أيضا مختصون في مديري مهرجانات، في إدارة المهرجانات، في البرمجة، في الترويج والتسويق الموسيقي. أثناء عنا لجنة تحكيم فيها يعني فيها عديد الفنانين، عنا لجنة تحكيم رسمية هذه اللي كنت أقول لك عليها، فما لجنة محترفة متكونة من مديري مهرجانات كنا عملنا معهم اتفاقيات يعني شراكة أنهم يكونوا متواجدين لهنا في تونس، يعني مهرجانات دولية مثل مهرجان فيزا فور ميوزك في المغرب، مهرجان بيروت أند بياند في لبنان، مسرح الجنينة بمصر، مهرجان البلد بالأردن، مهرجان أرابيسك بفرنسا، يعني مجموعة من المديرين باش يكونوا موجودين في إطار لجنة تحكيم محترفة. بالنسبة للأسماء المشاركة مهمتهم هم الأسماء هذوم نسميهم لك أنا مي مصطفى يعني وإبراهيم المزند ورائد عصفور وحبيب دشراوي، ويعني هم أسماء هي أسماء فاعلة الحقيقة في الميدان الموسيقي معناتها بصفة هامة. فما ضيوف طبعا في المهرجان مثل الفنان إن شاء الله مراد بوريكي اللي هو تحصل على الجائزة الأولى في ذا فويس الموسم الأول باش يكون إن شاء الله موجود. طبعا الفنانين التونسيين معناها لكلهم إن شاء الله يكونوا متواجدين في الحفل الافتتاح يوم 8 أفريل. هذا هو يعني بصفة عامة. ريمي بندلي باش تكون إن شاء الله بحذانا، الفنانة ريمي بندلي اللي مع عضوية لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة الطفل المبدع، وهي المسابقة السنة أسسناها يعني احتفاء بالطفل به. أنتم خممتوا في الصغار؟ طبعاً احنا شوف احنا من 2015 واحنا نخمم في الصغيرات الحقيقة، انطلاقا من معناتها من وركشوب من مختلف أنحاء الجمهورية، صغيرات دويت بارك الله عليهم، منهم حتى اليوم طلبة هما موجودين طلبة في السنة الأولى في المعهد العليا للموسيقى. سنة حبيناها مسابقة من 9 ل 14 سنة، الوليدات معناها أعمارهم تتراوح بين 9 ل 14 سنة، والمسابقة تدور إن شاء الله في المركب الثقافي محمود المسعدي في تونس العاصمة. رئيس لجنة التحكيم بتاع المسابقة هذه هي الفنانة القديرة سلاف، وإحنا اخترنا الفنانة سلاف لأنها ما شاء الله تمثل جيل كامل من من الفنانين، وهذا في إطار التواصل بين الشباب مع الأطفال الصغيرات وال مع الجيل اللي تربينا على أغاني. يعني هذه ربما المسابقة اللي أنت تحكي عليها جزء من البرنامج، بالنسبة لبقية البرنامج وأهم نقاط متاع برنامج الدورة هذه. أهم النقاط عنا مسابقة رسمية اللي تعرفوها الكل، مسابقة لشوكيز المشاريع الإبداعية اللي هي كل يوم من نهار 9 إلى يوم 14 أفريل في قصر المؤتمرات من 7 إلى 9 متاع الليل. طبعا المشاركين كنت ذكرتوهم توا في التقرير متاعكم، فما 5 عروض موسيقية هامة جدا مبرمجة في شارع الحبيب بورقيبة يعني قدام المسرح البلدي إن شاء الله تشوفوا كل يوم عرض في 5 مساء من 9 إلى 13 أفريل، 5 عروض في 5 ولايات، دوز، المستير، نابل، سليانة والكاف. طبعا 5 ولايات هذوما برمجناهمش عام ناول، احنا اخترنا عام ناول اخترنا 11 ولايه، سنه اخترنا 5 ولايات فقط لضيق ممكن الوقت والامكانيات، سورتو الامكانيات الماديه نتاع المهرجان اضعف شويه من السنه الفارطه. فالبرنامج مهم جدا وحافل فيه برشا عروض، عرض في سيني فوغ للفنان ايمن بوجليده، عرض في دوار هيشر للفنانه سونا جاباتي الغمبيه من غمبيا، وهي الفنانة العالمية الوحيدة التي تعزف على آلة الكرة أفريكان، باش تكون إن شاء الله في عرض في دوار هيشر يوم 13 أفريل في 5 مساء أيضا. هذا هو يعني لمحة عامة كبرى. سي حمدي يعني أكيد وهذا مؤكد حبينا وإلا كرهنا، أكيد فما نقائص يعني في كل دورة، نقائص على مستوى التنظيم على مستوى غير التنظيم زيدا، ربما النقائص اللي حاولتوا تخدموا عليها السنة واللي شهدتها الدورة اللي فاتت وإلا الدورات اللي سبقوها، شنو ما هما أهم النقاط هذه ما اللي خدمتوا عليهم السنة باش تتجاوزوهم ربما وتقفوا عليهم؟ هما الحقيقة نقائص عموما على المستوى التنظيم
يعني ربحا للوقت مثلا، نحاولوا باش نربحوا شويه وقت في معناتها لامبريسيون، في طباعه يعني الكومباني نتاعنا ميدياتيك، في معناتها هي يعني نقائص الحقيقه مش كبيره برشا، هي بعض الاشكاليات اللي تصير عاديه في اثناء التحضير للمهرجان واثناء تنظيمه، اما الحقيقه الاخرين الكل معناها واقفين وقفه صحيحه لنجاح الدوره هذه. ونحب نحيي معناها برشا مسؤولين اللي هما في مواقع يعني حساسه بالنسبه للمهرجان، يعني مثلا نحيي سي لسعد زار مدير قصر المؤتمرات اللي يبدي تعاون شديد معنا في تمكيننا من الفضاء وتركيز معناها المعدات التقنيه والى اخره، فما تعاون كبير من جهته، فما تعاون ايضا هام جدا من السيد مدير العام وكاله احياء التراث والتنميه الثقافيه سي رضا قاسم، اللي هو معناها رحب بشدة بالعرض الضخم لأيام قرطاج موسيقية، ومكننا من المسرح الأثري بقرطاج في أفريل، تعرفوا اللي المسرح يتحل كان في الصيف للعروض نتاع مهرجان قرطاج الدولي. هذا بالنسبة للتعاون، بالنسبة للصعوبات اللي عرضتكم. شوف بالنسبة لسناء أهم صعوبات هي صعوبات المالية بصراحة، يعني صعوبة ماليا المهرجان ما يتمتعش بميزانية كبيرة. معناه هوني نحكيه على الميزانية، قداش الميزانية؟ الميزانية هي 600 ألف دينار كافية مرسودة. ولا لا؟ الحقيقة لا مش كافية، 600 ألف دينار ما هيش كافية، ولكن ممكن هذا يرجع بالنظر إلى وزارة الإشراف أو ممكن وزارة المالية في مسألة تقسيم الميزانيات متاع التظاهرات الثقافية والفنية. يجب حسب رأيي وهذا هام جدا إعادة النظر في تقسيم الميزانيات المخصصة لمختلف التظاهرات الثقافية والفنية في التي تنظمها يعني المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات. يعني شوف هو المدير العام متاعها والسيد الوزير معناتها شخصين الحقيقة قايمين بجهد كبير برشا في هذا المستوى، ونشكره أنا بالمناسبة سيد الوزير وسي علي المرموري أيضا المدير العام تاع المؤسسة، نشكرهم لأنهم تعاونوا معنا برشا. كيفاش تعاون هذا؟ يعني مثلا العروض اللي موجودة في الولايات وموجودة في المناطق الشعبية تندرج في إطار برنامج البرنامج الوطني لمدن الفنون، وهو برنامج ان شاء الله يؤتي باكله ان شاء الله مستقبلا، يعني هو ستان ترافاي دو لونغالين، فما يعني الحقيقه عمل هام قاعد يتحط على السكه في وزاره الثقافه على هذا المستوى، وان شاء الله وان شاء الله معناها تكون معناها يتواصل الدعم هذا الحقيقه. دوك هو معناتها إضافة معناها إدعم للمهرجان باش 600 ألف دينار معناتها ما يكونش ضغط كبير ياسر عليهم. بقينا شوف المهرجان راهو فيه شارج تكنيك كبيرة، فيه شارج لوجيستيك كبيرة أكبر حتى من السينما، اللي بون نحب السينما ونحب معناتها محبي السينما، لكن السينما ياخو اكثر بوجي من المسرح ومن الموسيقى، هذا ما فماش علاش بصراحه. انا نرى انه لازم تكون فما اون سيغتان ايكيتابيليتي بين الثلاثه مهرجانات، لانهم ثلاثه كبار وثلاثه عندهم تقريبا هو نفس حجم الميزانيه نتاع السنه نفسه نتاع الدوره اللي فاتت نفسه. بالنسبه لايام قرطاج الموسيقيه عم ناول 700 الف دينار فقط، السنة 600 ألف دينار. وعليش السنة 600 وعليش 700؟ هو والله يشوف الموضوع هذايا راجع بالنظر إلى وزارة الأشراف فهمني، وإلى الإمكانيات اللي وفرتها وزارة المالية في المسألة هذه. المعلوماتي أنه فما الميزانيات متاع التظاهرات الكل بدون استثناء نقصد، فآليا كل ميزانية متاع كل التظاهرات باش تشمل التظاهرات الكل، يعني كل واحد كل تظاهر حسب الكوتا متاعها حسب دونك فما أنا نرى أنه يجب مراجعة التقسيم وتوزيع الميزانيات هذه على التظاهرات بحسب الحجم متاع الشارج تكنيك واللوجيستيك تاعها معناتها فوالا. بالنسبة للبرنامج أيام قرطاج الموسيقية فيما يخص المناطق الداخلية، شنو هو البرنامج نتاعها هوني؟ برنامج هام جدا. خلي الموسيقى هي اللي تمشي. الحقيقة أنا للعبيد. أدعو يعني المواطنين والسكان الموجودين في ولايات دوز وسليانة والكاف والمنستير ونابل أنهم يتنقلوا للفضاءات المركبات الثقافية في المدن هذه باش يشوفوا العروض، لأنها عروض شيقة وهامة.
يعني نذكرهم واحد فرد نفر. علي مرابط عنده عرض دي جي في ساحة الفنون، عرض موسيقى إلكترونية في ساحة فنون في دوز. يعني عرض مفتوح للعموم، للشباب باش يتفرهدوا ويتمتعوا بالفن متاع علي مرابط، لأنه فنان ممتاز جدا. عرض عمر الواعر، عمر الواعر فنان متميز تونسي، معناها عنده مشروع في جاز، معناتها في نمط الجاز، مشروع هام جدا فيه برشا فيناس وبرشا سنسيبيتي تلقاوه في المونستير. عرض الكترو بتايحي، عرض مستوحى من الموسيقى التونسيه للفنان زياد الزواري، اللي هو فنان معروف جدا على الصعيد العالمي، راهو موجود ويعيش في تونس اما يدور في العالم الكل بالعروض نتاعو. الكترو بتايحي عرض جميل جدا تلقاوه في نيابوليس في نابل. فما عرض غولة، وائل جغام، غولة هو اسمه، غولة هو اسمه وائل جغام. عرض جميل جدا، تسمعوا الأغاني متاعه الكل بنمط إلكتروني زاد جديد في سليانة، تلقاو العرض متاعه في سليانة. يا حنانة دوري وعييت وشكيت، مستوحاة من التراث الموسيقي القديم تاع الشيخ العفريت وإلى آخره. يعني العرض الخامس يكون في إن شاء الله في الكيف مع فرقة بيوني كلاينز، وهو عرض ريجي، عرض يعني متنوع الحقيقة، فيه موسيقى معناتها مستوحاة من ريجي. معروفين فرقة بيوني كلاينز، مش يكونوا موجودين إن شاء الله في مركب ثقافي بالكيف. شفتوا عروض هذم الكل راهي متنوعة وراهي فيها أنماط مختلفة، باش تراو التوانسة شنو يبدعوا اليوم، شنية احنا في أيام قرطاج موسيقية نحاولوا باش نمثلوا جميع الحساسيات الموسيقية الموجودة في تونس، وبيان سور مع العروض الإفريقية والعربية اللي ننظموها في على هامش الدورة أو حتى في المسابقة الرسمية، هي عروض جميلة جدا وظهر يعني مستوى الإبداع الموسيقي في المستوى معناتها على عند العرب وعند الإفريقيين. بالنسبة للدورة معناها متاع قرطاج الموسيقية، تنجم تكون فرصة ربما لصعود أسماء جديدة وشابة في مجال الموسيقى؟ طبعا هذا هو الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه، ولا مشينا فيه على الأقل دورتين الفرتين والدورة هذه، أنه أيام قرطاج الموسيقية تولي لو ترومبلان جلوبال اللي يتعداو فيه معناها الفنانين ويتعداو للعالمية من خلال برمجتهم في مهرجانات كبرى مثل مهرجاناتنا احنا على المستوى الوطني ولا المهرجانات الدولية الكبرى. يعني مثلا في هذا الإطار نحن ننظم صالون صناعات الموسيقية اللي هو يعني يتواصل على كامل فترة المهرجان في قصر المؤتمرات، أوقات الفتح للعموم من الماضي ساعة حتى للتسعة متاع الليل. فيه ديستاند أجنحة لمختلف المختصين في الترويج الموسيقي، دي بروفيسيونيل معناها، فيها أجنحة لصناع الآلات الموسيقية، العرض الآلات الموسيقية التقليدية، جمعيات مدنية تنشط في الميدان الموسيقي، دي كونسيرفاتوار، يعني متنوع جدا، بحيث التونسي كيف يمشي للسالون هذايا يلقى معناها شنو يحب، اللي يحب يشري آلة، اللي يحب ياخو هوم ستوديو في دارهم باش يسجل موسيقى. يعني الحقيقة هذا عملناه صالون وهو هام جدا، هام جدا، لأنه يمكن ممكن من إظهار الجزء الغي مش ظاهر في الموسيقى، يعني من راوش كان الإبداع وراه فما صناعة كاملة. دونك هذا في المستوى الأول. في المستوى الثاني اللجنة المحترفة اللي كنت نحكي لك عليها تو، لجنة جاية لتونس ضيوف باش يختاروا عرض تونسي ويدوروه في مهرجاناتهم المتتالية على مدار السنة المقبلة، وهذا في إطار تسويق الموسيقيين التونسيين. نحب نأكد لهنا على الموسيقيين التونسيين مش الموسيقى التونسية، لأنه أحنا في هيئة متاع أيام قرطاج الموسيقية رانا نفرق بين الموسيقى التونسية بلهجتها بهويتها بطابعها أصالتها الأخيرة، ونفرق بين الموسيقى في تونس عموما، لأنه الموسيقيين التونسيين عندهم عديد الحساسيات الموسيقية ويلحنوا في عديد الأنماط. بالنسبة كنقارنوا ربما المهرجان الوطني هذا للموسيقى مهرجانات وطنية في بلدان أخرى، شنو ربما الفارق وإلا اللي يميز المهرجان متاعنا، وإلا زي حتى كي نحكيه بتاتخ شنية يميز الدورات الأخرى، مش الدورات أما المهرجانات الأخرى على المهرجان الوطني متاعنا؟ الأيام قرطاج الموسيقية اليوم صدقني elle commence à se placer comme une grande plateforme في وسط الميديتراني.
يعني احنا شوف الموقع نتاع تونس واللي حكينا عليه برشا في عنده في الفي لا جونكسيون بين افريقيا واوروبا والمغرب العربي والشرق. يعني الموقع هذا هام جدا لانه فيه تتلقى فيه برشا حضارات، تتلقى فيه برشا هويات. فأيام قرطاج الموسيقية اليوم في وسط المهرجانات اللي كنت نحكي لك عليهم على الأقل، نذكر مثلا باب الماد ميوزك في مارسيليا، مسا في أبيجان اللي هما باش يكون عندهم جناح، المسا يعني مارشي دي زاغي دي سبيكتاكل في أبيجان في كوت ديفوار باش يكون عندهم جناح عندنا، فيزا فور ميوزك في المغرب، بيروت اند بيوند في لبنان، فيرا ميديترانية في اسبانيا، معناها ذكرت لك يعني بعض المهرجانات المحيطه بنا اللي هما عندهم سيت ايدنتيتي نتاع بلاسي لا ميوزيك او كور دو توت لي فيستيفيتي. معناها الموضوع انه احنا اون فو سو بلاسي بارابور ا سي فيستيفال، نحبوا يكون عندنا تموقع هام في تونس هاي. بالنسبه لكل المهرجانات هذه لازم شروط طبعا هاي. واحنا قاعدين خدمنا الحقيقه على الشروط هذه وخدمنا حتى لسنين خدمنا وطورنا علاقاتنا مع المهرجانات لا كرياسيون دان ريزو دو فيستيفال. راهو من الاشياء المهمه اللي احنا كنا في فيزا في نوفمبر وكنا في مارسيليا في مارس الفارت الشهر اللي فات معناها، واهم اشكاليه مطروحه اليوم هي لا موبيليتي دي زارتيست. يعني كيفاش نجموا نسهلوا تنقل الفنانين لابراز ابداعاتهم باش بور سيكسبريمي في مختلف البلدان هذيا. هذا هو يعني المبدا نتاعنا هو الانفتاح، المبدا نتاعنا هو التنوع، وهذاك علاش شعارنا التنوع، شعارنا برانشي الموسيقى. برانشي الموسيقى يعني ولا الموسيقى راهي ما عندهاش حدود، الموسيقى هي كيان متحول، ما هيش حاجة في جي في نمط معين ولا في لا، اليوم فما أنماط عديدة، غدوة ممكن فما نمط طاغي، ما نجموش نعرفه. دونك احنا ديجا يعني عنوان الدورة هو التنوع. علاش بالذات معناها التنوع المرة هذه؟ لأنه هذيك هي ليدونتيتي نتاع أيام قرطاج الموسيقية كيما طورناها. ليدونتيتي سي اون ايدونتيتي دو ديفيرسيفيكاسيون. لا ديفيرسيفيكاسيون اليوم مش احنا برك ندافعوا عليها، يدافعوا عليها المهرجانات اللي كنت نقول لك عليهم. يدافع عليها اليونسكو من خلال مثلا المعاهده تاع 2005 اللي مسح عليها 140 دوله اللي هي من اهم المعاهدات نراها هكا بصراحه. معاهده حمايه وتعزيز تنوع اشكال التعبيرات الثقافيه والفنيه. احنا نحبوا ندفعوا في هذا الاتجاه. نحبوا احنا بلاد حريه، بلاد ديمقراطيه، بلاد معناتها مميزه في سلوكها في حضارتها، في نحبوا نظهروا كل طاقاتنا على مختلف اشكالها. هذا هو المبدا نتاعنا، هو التنوع والاختلاف. واضح. بالنسبه لربما الشروط اللي حكينا عليها مقبيله نتاع شروط التموقع، تموقع ايام قرطاج الموسيقيه، شنو ما هما ابرز الشروط؟ يعني شروط التموقع الحقيقه هي تهم اساسا الكرياسيون دو بارتناريا، معناها شراكات مع المهرجانات. شروط انه يكون عندنا تبادل بين المهرجانات، تو مثلا فيزا فور ميوزك عندنا تو عامين نتبادلوا مع بعضنا في الخبرات. بين هما في الرباط في نوفمبر واحنا في افريل في تونس معناها. تبادل الخبرات، تبادل الشراكات، تبادل الزيارات، التحفيز نحو لا سيركولاسيون لا موبيليتي دي زارتيست. يعني هذوما هما الاشكاليات الكبرى اللي احنا نخدم عليهم الحقيقه واللي هما يشكلوا معناها شروط التبادل ولا التعاون مع المهرجانات هذه واللي تشكل هي تموقع طبيعة الحال نتاع ايام قرطاج الموسيقيه. واضح. اذا رئيس لجنه تنظيم ايام قرطاج الموسيقيه سي حمدي مخلوف، شكرا لك ويعطيك صحه على هذه التوضيحات. ونتعداو لموضوعنا حول الذكرى 17 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبه، احتفال رسمي اليوم بروضه بورقيبه بالمنستير تحت اشراف رئيس الجمهوريه الباجي قائد السبسي، ونمروا للتقرير واكثر تفاصيل. صباح
17 سنة مرت على وفاة الزعيم لحبيب بورقيبة، لكن ذكراه ما زالت خالدة عند التوينسا. هو أول رئيس للجمهورية، تولد في 3 أوت 1903 في مدينة المنستير، درس بالصادقية بتونس ثم درس المحاماة وعلم النفس في باريس، وتخرج من جامعة السوربون في 1927 ليعود إلى تونس ويبدأ بامتهان المحاماة. يلقب بورقيبة بالمجاهد الأكبر كاعتراف بنضالاته ضد الاستعمار الفرنسي، حيث اعتقل مع زملائه في الحزب الدستوري وتنقل بين السجون بين تونس وفرنسا لسنوات طويلة، إلى أن قررت فرنسا البدء بالتفاوض معه. رجع لتونس في 1 جوان 1955 وتمكن من تحريك الجماهير ضد الاستعمار لتوقع فرنسا في جوان 1955 معاهدة الاستقلال الداخلي، ومن بعدها في 20 مارس 1956 تم توقيع الاستقلال التام. كون بورقيبة بعدها أول حكومة تونسية، وتمت صياغة دستور تونسي وإعلان الجمهورية في 25 جويلية 1957 وإلغاء النظام الملكي. المعروف على بورقيبة أنه سعى لتخليص المجتمع التونسي من نظرته التقليدية للمرأة وعدة إجراءات أخرى لتحديث الدولة كمجانية التعليم وتوحيد القضاء وإصدار مجلة الأحوال الشخصية. بورقيبة غادر الحكم في 1987 عن عمر يناهز 84 سنة، وسعد بن علي للحكم، وعاش الزعيم بورقيبة في مدينة المنستير حتى آخر أيامه، وتوفى نهار 6 أفريل عام 2000. إذن كما كنا نشوف تقرير حول الذكرى 17 للزعيم الراحل لحبيب بورقيبة، ويحضر معنا في الاستوديو للحديث عن هذا الشأن سي عبد اللطيف الحناشي، أستاذ التاريخ السياسي المعاصر. مرحبا بك وأهلا وسهلا بك. بالنسبة للذكرى 17 لرحيل الزعيم لحبيب بورقيبة، شنو تمثل اليوم بالنسبة لكل التونسيين؟ يعني هي احياء الذكرى الهامه بعد الثوره. في الواقع تم احياء هذه الذكرى قبل الثوره، لم تعطي السلطات التي كانت تحكم بعد زعيم الحبيب بورقيبة اهميه لهذا الحدث، وبطبيعه الحال لاسباب متعدده وعديده، وحتى الذين كانوا من جماعته أو القريبين منه لم يكن لهم القدرة أو الشجاعة لإحياء مثل هذه الذكرى إلا في نطاق ضيق وضيق جدا على صعيد لربما عائلي. ولكن بعد الثورة ومن مكتسبات الثورة بطبيعة الحال هذه الحرية التي ننعم بها هي إحياء هذه الذكرى لشخصية وطنية مرموقة ساهمة مساهمة واسعة وجذرية في تحرير البلاد وبناء الدولة الوطنية. نعم، بالنسبة لأهم المحطات السياسية والاجتماعية للزعيم الراحل لحبيب بورقيبة، يعني هنا بطبيعة الحال يمكن أن نتحدث عن مراحل متعددة. المرحلة الأولى هي مرحلة النضال ضد الاستعمار من أجل استقلال تونس، وهذه الفترة يعني الزعيم الحبيب بورقيبة خاصة منذ أن أسس الحزب الحر الدستوري الديوان السياسي في 1934 حدثت نقلة نوعية في النضال الوطني بشكل عام، إذ أن هذا الحزب قد تمدد جغرافيا وكذلك اجتماعيا، بمعنى التحقت به فئات متعددة من الشعب التونسي، ولكن سريعا النظام الاستعماري ما قمع هذه التحركات وقمع الحركة الوطنية آنذاك، فالعديد من زعماء الحركة الوطنية أو أغلبهم قد تم إبعادهم إلى أقصى الجنوب التونسي، وهؤلاء ليس فقط الدستوريين وإنما الشيوعيين والدستوريين القدماء. وفي 36 تم إطلاق سراح هؤلاء ودخلت البلاد إلى مرحلة جديدة. هذه المرحلة يمكن أن نتحدث على من 36 حتى 38، وبرغم المباحثات السلمية ومحاولة إيجاد حلول لبعض القضايا مع جهاز الاستعمار سواء في تونس أو في النظام المركزي في باريس، إلا أن ذلك أخفق، مما أدى مرة أخرى إلى قمع هذه الحركة وإبعاد أو نفي زعيم الحبيب بورقيبة مع ثلة من المناضلين، سواء في فرنسا في سجن سان نيكولا أو في الجزائر في السجون الفرنسية الموجودة بالجزائر.
ولكن بعد الحرب تم إطلاق سراح أغلب هؤلاء وبدأ النضال بشكل جديد واتخذ أشكال عديدة، لعل ما يمكن أن نذكره هنا في خاصة أوت 1946 حيث انعقد مؤتمر يعرف بمؤتمر الاستقلال، حيث أول مرة في تاريخ تونس تطالب الحركة الوطنية باستقلال البلاد، وحضر هذا المؤتمر كل تقريبا أو أغلب القوى السياسية آنذاك، وانطلقت أو انطلق النضال على هذه الخلفية وعلى هذا الأساس. طبيعي الحال النضال أيضا كان في خارج الوطن سواء في المشرق العربي أو في أوروبا وخاصة في فرنسا، واتخذ أوجه عديدة، ولكن في الغالب كان نضالا سلميا، ولكن منذ 1952 ونتيجة للعديد من المتغيرات الدولية والإقليمية وحتى الوطنية وخاصة تعنت الاستعمار الفرنسي، دخل الوطنيون إلى مرحلة جديدة وهي ممارسة العنف السياسي أو ما يعرف بالثورة التونسية سنة في جانفي 1952، حيث تم منع انعقاد المؤتمر مؤتمر الحزب، وفي نفس الوقت قامت السلطات بسجن وإبعادي ونفي الزعماء. من هنا بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل يلعب دورا رئيسيا ومحوريا في النضال، ونتيجة لذلك تم اغتيال الشهيد فرحات حشاد، ولكن ذلك لم يمنع من مواصلة الكفاح المسلح وفي موازاة كذلك النضال السياسي والدخول فيما بعد في مباحثات مع السلطة الفرنسية، نهايتها أن تونس تحصلت على استقلالها الداخلي كمرحلة أولى، ثم الاستقلال النهائي سنة 1956. ولكن مع كل ذلك طبيعي الحال كان هناك مد وجزر، كانت هناك صراعات، كانت هناك خلافات. هنا نحكي سي عبد اللطيف يعني على ربما بعد الاستقلال ونيل الاستقلال، يعني علاقة بورقيبة بالزعماء الوطنيين كيفاش كانت بالضبط، خاصة توا أنه كما نعرفوا تفاعل الساحة الوطنية ربما بعض الحديث على علاقة بورقيبة باليوسفيين. يعني إذا أردنا نتحدث بدقة وبموضوعية، زعيم الحبيب بورقيبة عندما أسس الحزب أسسه مع المرحوم محمود الماطري، مع الطاهر صفر، مع البحري جيجا، مع يوسف الرويسي. هؤلاء المؤسسين قد غادروا الحزب يعني تقريبا في 38 أغلبهم غادر الحزب، وجاء جيل جديد دعم نهج أو منهجية زعيم الحبيب بورقيبة في النضال، وجاء باهي لدغام ثم الطيب سليم ثم المنجي سليم، مجموعة هامة جدا علي البلهوان. هؤلاء أيضا قادوا فترة خاصة بعد 38 قادوا النضال السياسي، وكانت علاقات زعيم الحبيب بورقيبة بهؤلاء علاقة نسبيا طيبة وفي إطار نضال المشترك. أقدم من بقي مع الزعيم الحبيب بورقيبة هو زعيم صالح بن يوسف الذي دخل الحزب تقريبا ما بين 34 و35 واستمر مع الزعيم الحبيب بورقيبة، كان الرجل الثاني بالتعبير الحالي نقول هو رجل الثاني ورجل الحزب الثاني، وكذلك كان ساعد الأيمن أيضا بالتعبير الحالي للزعيم الحبيب بورقيبة. وبطبيعة الحال كانوا الاثنين زعماء لديهم جماهيرية واسعة، لديهم ملكة هامة لكسب ود الناس، خاصة الاثنين عندهم ملكة الخطابة وكانوا يخطبوا، وثالثهم هو علي البلهوان، وكانوا يخطبوا بالدارجة لكسب الناس ولفهم لإدراك أو لإعطاء معنى لنضالهم، وهذا بطبيعة الحال قد ساعد لتطور الحركة الوطنية. وبالتالي الصراع الآن لربما تتحدث على الصراع بين الزعيمين، كان هناك صراع، وهذا الصراع هو في العمق لربما صراع ذاتي وليس موضوعي، الموضوعي لربما جاء في فترة لاحقة. يعني هناك هؤلاء كان حتى صالح بن يوسف كانوا يسموه زعيم صالح بن يوسف، بمعنى في نفس الدرجة مع زعيم الحبيب بورقيبة. والخلاف طبيعي الحال تأثر بعوامل عديدة، منها العوامل الإقليمية يعني الثورة الجزائرية ووجود حركة البندونغ اللي هي ساهمت مساهمة كبيرة في تحرر الشعوب أو الدعوة لتحرر الشعوب أو ما يعرف بمؤتمر
مؤتمر بندونك اللي حضروه خاصة زعماء آنذاك الجمال عبد الناصر هوني باش نحكيو ديجا في السياق اللي أنت تحكي فيه باش نحكيو على ربما نخرجوا من علاقة بورقيبة بالزعماء الوطنيين إلى علاقته بزعماء العرب على غير جمال عبد الناصر علاقته بالقضايا الإقليمية قضايا الوضع الإقليمي قضايا القضية الفلسطينية بالأساس يعني شو علاقته يعني شوفي عندما نتحدث عن الزعيم الحبيب بورقيبة يجب أن نضعه في إطاره التاريخي بمعنى عندما بدأ مثلا نضاله في الثلاثينيات كان هناك مد الفاشية والنازية وكان هناك توتر للعلاقات الدولية الحبيب بورقيبة عرف كيف يدخل عالم السياسة من خلال الحراك الذي أدخله عند في الساحة السياسية بمعنى أنه التصق بالجماهير واستخدم الجماهير في نضاله السياسي وهذه الصيغة هي صيغة جديدة لم تكن معروفة في السابق بمعنى قبل الثلاثينيات في تونس أو حتى في العالم كانت النضالات هي نخبوية عادة أو فئوية زعيم الحبيب بورقيبة سعى إلى إنشائنا تعميم هذا النضال وزج الجماهير في هذا النضال هذه نقطة هامة جدا النقطة الثانية كذلك فيما بعد الزعيم الحبيب بورقيبة خاصة وقت الاستقلال يعني كان هناك رموز كما قلنا جمال عبد الناصر في مصر بعد الثورة الجزائرية وقيادتها أحمد بن بلة وغير ذلك ولكن كان هناك شوان لاي في الصين مثلا كان هناك في أندونيسيا كانت أسماء كبيرة بورقيبة كان أحد جنرال تيتو في يوغوسلافيا بورقيبة كان أحد هذه الرموز وبورقيبة يتميز عن كل هؤلاء الذين ذكرتهم بأنه إنسان أولا مدني وهو مناضل سياسي جاء للحكم من خلال أو نتيجة لنضاله السياسي وهذا النضال السياسي كما قلنا في أغلبه كان نضالا مدنيا ولم يستعمل العنف إلا للضرورة يعني في سنة 1938 وسنة 1952 ولكن بقية النضال هو نضال سلمي الزعيم الحبيب بورقيبة إلى جانب ذلك كان محاما برغم أنه لم يمارس هذه المهنة إلا قليل ولكنه كذلك درس في فرنسا ونال الإجازة في العلوم السياسية وفي القانون وعاش فترة طويلة في فرنسا وتشبع بفكرة التنوير ولذلك أداءه وسلوكه السياسي كان متميزا وأن تجسد ذلك حتى في علاقاته الدولية بمعنى أن بورقيبة كانت له مواقف متميزة حتى يعني قضية فلسطين مثلا في خطابه في أريحة في مارس 1965 جاهر بمسألة الآن الفلسطينيين وكل العالم يقرون بصحتها ولكن في الواقع عندما ندرس هذه الخطاب واستراتيجية بورقيبة هو لم يدعو فقط للاعتراف بإسرائيل وهذا الخطأ هو دعا بالاعتراف بإسرائيل لكن أن يجعل ذلك يعني أثار ربما ردود فعل إساءة لذلك هو دعا إلى إيجاد موقع لانطلاق الثورة الفلسطينية لأن فلسطين آنذاك جزء غزة كان تحت حكم المصري وجزء الضفة الغربية كان تحت حكم المملكة الأردنية إذن هو دعا أن الفلسطينيين تكون لهم أرض ومن خلال تلك الأرض يناضلون من أجل اكتساب أو من أجل نيل استقلالهم في مشروعهم طبيعة الحال الوطني وهذه نقطة هامة جدا في تحليله والتي اعتمدها في نضاله ضد فرنسا وكل الشعوب تقريبا في حركات التحرر الوطني هي سياسة المراحل وكما يقول لا يمكن أن نطالب بالكل وإنما السياسة هي مراحل طبيعة الحال قد وجه هذا الخطاب بتعنت برفض عام لذلك يعني لم يكن هناك إدراك العقل السياسي العربي لم يكن مدركا لأهمية الرؤية الاستشرافية للزعيم الحبيب بورقيبة لأن زعيم الحبيب بورقيبة كان يعرف جيدا الصهيونية ومعنى الصهيونية وقد ناهضها قبل قيام إسرائيل يعني كان ممثل المغرب العربي في اللجنة الأمريكية وندد بالصهيونية وقال أن أكبر خطر على اليهود هي الصهيونية بحد ذاتها ليس فقط على العرب بورقيبة أيضا تسمى الشجاعة أنه يعني يفصح عن هو بورقيبة هكذا بورقيبة يعني نعطيك أمثلة مثلا بورقيبة كانت له علاقة متميزة مع المغرب وعم عليك المغرب ولكنه كان أول رئيس جمهورية يعترف بموريتانيا
التي كانت جزءا من المغرب، وساءت العلاقة مع المملكة المغربية، لكن فيما بعد سريعا ما رجعت. كذلك بورقيبة كان من الأوائل الذين اعترفوا بالإمارات العربية المتحدة سنة 71، نعم. كذلك أول من اعترف بسلطنة عمان. كانت عنده رؤية استشرافية واسعة، وهذا بطبيعة الحال قد أهله لأن يكون أحد رموز أساسة في العالم. واضح. سي عبد اللطيف، نخرج إشهار صغير ونرجع للحوار حول الذكرى 17 للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. إذن مشاهدينا إشهار صغير وراجعين.